اهلا بكم من جديد. طبعا يعني كل العالم احتفل بالعام الجديد وبراس السنه، وفي مدينه سان بطرسبرج الروسيه الاستعداد براس السنه بدات، وطبعا هناك عاملين في مصنع زجاج وبيصمموا زخاريف زجاجيه مختلفه عن الاخرين، يعني بيصنعوا اشكال، بيصنعوا زينات متعدده الاشكال والاحجام، وبيتم طرح هذه الاشكال في السوق. وده فن مهم جدا على فكره، منتشر هناك لاكثر من 150 سنه يا جيهان في هذا الفن. طبعا على فكره روسيا عندهم حرف فنيه متميزه جدا جدا، يعني متصدرين المشهد في اوروبا بالنسبه للفن، سواء مع ان درجه الحراره عندهم سالب 67. ما يمكن عشان ده عشان التلج اللي عندهم ده، هم عندهم نشاط ولا ايه؟ عشان السبب يعني شويه برد وشويه مطر بيستخبى في البيوت. عندهم ابداع وعندهم كمان الوان غريبه جدا، الوان ممتعه لما بتشوفها، سواء العرايس بتاعتهم او الفن بتاعهم، يعني هم يعني ادائهم الزخرفي او زخارف مختلفه، يعني تقدر تكتشف الالوان دي والشكل والفن بتاعهم وتميزهم. عموما تعالوا نشوف هذا التقرير من روسيا وفن الزجاج. في مدينة سان بطرسبرغ الروسية جرت الاستعدادات السنوية للاحتفال بأعياد رأس السنة، حيث بدأ عمال مصنع الزجاج في تصميم زخارف زجاجية تم تجميعها من قبل كمخلفات وإعادة تدويرها مجددا، وزينات مختلفة الأحجام كذلك طرحت في الأسواق. فن وصناعة الزجاج اليدوي بمدينة سان بطرسبرغ توارثها الأجيال الحالية من أبائهم وأجدادهم منذ أكثر من 150 عاما. ويقبل الروس على شراء الزينة المناسبة لكل مناسبة أو احتفال بأشكال مختلفة. حرفة الزجاج المنفوخ تستدعي الدقة الشديدة، فأي خطأ صغير قد يتسبب في إفساد القطعة الزجاجية بأكملها. وتمر صناعة الزجاج اليدوي بمراحل مختلفة عدة قبل أن تصل إلى شكلها النهائي أو أن تباع في المتاجر، حيث يتم تسخين الزجاج باستخدام النار وتصل درجة الحرارة إلى 700 درجة مئوية، ويقوم أحد العاملين بالنفخ فيه حتى يصل الزجاج إلى الشكل المطلوب. وعند الانتهاء من تشكيل الزجاج للشكل المثالي يبدأ العاملون بزخرفة الزجاج بأشكال وألوان مختلفة حتى تصل إلى شكلها النهائي.